في تصريحات بايدن الأخيرة ما زال الرئيس الأمريكي لا يعتبر بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة في غزة. لماذا هذا التكرار لنفس الموقف مؤخرا من بايدن؟ فضيلة، وأبعد من ذلك، هو يحمل حماس مسؤولية عدم التوصل لاتفاق، وهو موقف تقليدي كلاسيكي أمريكي بالوقوف إلى جانب إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالساحة الدولية، حتى في الأمم المتحدة، وكذلك بالدفاع عنها في المنابر الدولية. هذه نقطة. بالعودة أيضا إلى ما يجري والمقترح الأمريكي الذي هو من المفترض أنه مقترح إسرائيلي على لسان الرئيس الأمريكي، فضيلة، يبدو هذا الرئيس الأمريكي أنه يريد التوصل إلى هذا الاتفاق أكثر من الطرفين المتحاربين، بمعنى أنه يعني من ناحية نتنياهو لديه أسباب لعدم المضي قدما في هذا الاتفاق، رغم أنه بالفعل كما أشار نضال أنه يعني يحاول أن ينشر الضباب ويحاول أن يحصل على موافقات وينتزعها من اليمين المتشدد والمتطرف، ولكن لم تحقق إسرائيل هدفها الكبير الذي تحدثت عنه، وهو القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس بشكل كامل وكل في القطاع. هذه نقطة. في المقابل حماس أيضا تبدو أنها يعني تسير بشكل فاتر وبارد باتجاه هذا الاتفاق إن حصل، وباتجاه هذه المفاوضات، لأنها أيضا ترى لها مصلحة في أن تغرق إسرائيل في مستنقع قطاع غزة من جهة، وأن تتحول إلى دولة منبوذة من جهة أخرى على المستوى الدولي والساحة الدولية مع كل هذه الحملة الإعلامية التي تشن ضدها. وبالتالي الطرفين المتحاربين لا يبديان هذه الرغبة الحقيقية والملموسة والجدية على الأرض تجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بينما الرئيس الأمريكي يبدو أكثر حماسة وأكثر رغبة بالتوصل لمثل هذا الاتفاق، فضيلة.